باقت ثوما شاده راسها. داك الساعه خويتي تربخ. يا صافي راه قول ما تقول غوجد ياك. اخوان تيقلبوا على فين يديروا ليسونس باش يهبطوا حتى لسيدي عدي عاد يرجعوا لزاوية تيشران ويكملوا لزاوية تيشران. ايوا غادي يكملوا ضراري من المغامرة. واد إفران فاتو ستاسيون وغادي مازال. ما بقاش لينا الوقت باش نمشيو حتى لزاوية إفران. زاوية إفران خصها نهار بوحدها. داكشي علاش غادي نرجعو من واد إفران غادي نرجعو لأزرو ومن أزرو غادي نرجعو في حالتنا إن شاء الله. سيدي عدي أزرو مبيناتهمش بزاف الفوا كتخرج سيدي عدي كتبدا تبان لك أزرو. أزرو كاملة جات في طلعة إلا دخلتي ليها من جهة طريق إفران تجي في البحر تجي بحال الهبطة ناس زوينة ناس جالسين هنا. خصو يوقف أسبقية الراجلين واخا ما يكونش مام الراجلين ولا شي حاجه تكون أسبقية الراجلين. ابسط حاجه الانسان خصو يكون عارفها. ما كتعرفش انسان ساهي لا قدر الله شي واحد مريض نفسيا قاطع الطريق خصك تحبس حتى يدوز. الله 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 يا ربي الله 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 الله. خلي الموتور تم خلي الموتور تم خلي الموتور تم يا ربي السلام. شنو ما عندهاش لاسيرونس ولا شنو؟ واحد فيهم ما عندهاش لاسيرونس. وقيلا من الموتور ما عندهاش لاسيرونس عافيه. هز موتورو زاد ولا ما عرفتي تفاهمو وياه عرفش. يا ربي السلام. يا ربي السلامة. مول الطوموبيل كان ساهي بشي حاجة. أنا شفت مول الموتور فرانا على الضو الأحمر كان تيسيني الضو الخضر فاش قطعت أنا ومول الموتور فرانا على الضو الأحمر بعد ما تقهوينا في أزرو. دابا ان شاء الله طريق الرجوع
بعد ما دوزنا نحير يا سلام منطقة واعرة بزاف. كانوا دايرين شحال هادي الاخوان باش يمشيو ليها، وعاد كتب ليهم اليوم دابا تقريبا من 6. شي 3 السوايع عندي مازال ديال الطريق، شي ساعة ونص للخميسات وشي ساعة ونص مدينة سالا ان شاء الله. مدينة الحاجب في الليل يا سلام. علاش كنفضل نمشي مع الطريق جهوية وما ندخلش المدينة؟ هادي بوفكران، بوفكران الزحام الرطاج ايوا صافي. يلا مدينة مكناس عرفتها غير بهذا الصور هذا من قبيلة احنا داخلين وسط منها. تدزنا من حدا هذا الصور عاد عرفت باللي هذه مدينة مكناس.
بصح بصح بصح